لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: سئل سهل التستري الرجل يأكل في اليوم أكلة، قال أكل الصديقين، قيل له فأكلتين، قال أكل المؤمنين، قيل له فثلاث أكلات أو فثلاث أكلات، فقال قل لأهله يبنوا له معلفا. هذا الكلام فيه نظر. أولا، لأن الصوم قد شرع الله عز وجل فيه وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك وجبتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: أحب المؤمنين إلى الله عز وجل أعجلهم فطرا. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى الماء. فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا وجبة الإفطار ووجبة السحور، فهذا الذي هو حال الكمل الذي شرع لنا فيه صيام يوم وإفطار يوم كأفضل الأحوال. ونهى عن صيام الدهر أن يصوم كل يوم وبوجبتين، فكيف يقال لمن أكل ثلاث وجبات ابن له معلفة؟ هذا الكلام أحيانا يؤمر المريض بأكل أكثر من ذلك ست مرات، مش كل ما وجوع تبقى قد كده. ولذلك هذا الكلام نقول: ما الدليل على أن هذا أكل الصديقين أكلة واحدة في اليوم؟ هذا الكلام قد يعني ليس كلام سهل بدليل شرعي، وهذا إما أن يأكل وجبة إفطار وإما أن يأكل وجبة سحور. يوسف عليه السلام مكث 14 سنة يأكل وجبة واحدة مع الشعب. ليه؟ عشان هو واخد دعوة. على أي الأحوال نحن نحتاج إلى دليل لإثبات هذه الفضيلة. النبي كريم يوسف عليه السلام. لا، هو يوسف ما سبقش بكل السؤاليات، يعني حاجة يستأنس بها عند الحاجة إلى ذلك. هنقول الرسول جاع، لكن لا يقال أن من أكل ثلاث وجبات يكون له إيه؟ معلفة. قال الأسود ابن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. كلام فاسد شديد الفساد. الجنة محل رضوان الله. قال: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله سبحانه وتعالى رغبنا في الجنة، وإنما يدخل المؤمن الجنة بصلاته الخمس صلوات كل يوم ما حي، وبصيام رمضان، وبالزكاة، وبالحج، وبالعبادة ليدخل الجنة، ليكون ذلك أقرب إلى الله. أتدري ما الجنة؟ الجنة قرب من الله عز وجل، الجنة رضوان من الله سبحانه وتعالى، محل رضوان الله المخلوق سبحانه وتعالى، ويعني يقع عليهم أثر صفة الله سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يقول الإنسان ذلك، هذا خطأ، وأخطأ من قال ذلك. وقال: دعونا من كلامكم، هذا لأنه ظن أن الجنة ليس فيها إلا الطعام والشراب، ولذلك قال: الجنة رضا نفسي، بل الجنة رضا ربك. الجنة فيها يعني الفرح بالقرب من الله عز وجل، ونعيم الجنة المعنوي بالسبق والقرب
من الله سبحانه وتعالى وبالنظر إلى وجهه وبسماع كلامه أعظم بلا شك مما يفعله العبد في الدنيا من العبادة، لأنه يسمع كلام الله. أنت في الدنيا أنت الذي تقرأ الكلام، ثم إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهم لا يتوقفون لحظة واحدة عن التسبيح، ومعاني الإيمان الحاصلة به أضعاف ما يحصل لهم في الدنيا. فمثل هذا الكلام كلام ليس بسديد، ونقول أخطأ ابن القيم رحمه الله في ذكر هذه الآثار دون تعليق عليها، كأن هناك أجزاء في بعض كتب ابن القيم قبل يعني أن يتشرب من علم شيخ الإسلام تاني. مين؟ ابن تيمية؟ أظن حول 50 يعني. قال: العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. طبعا هو الاعتراض فقط على الاصطلاح، كلام متصوف خالص فعلا، العارف والمريد. وإن كان لا لأن كلمة المريد قد يكون مريدا لخير وقد يكون مريدا لشر، وقد يكون مريدا لسنة وقد يكون مريدا لبدعة، وقد يكون مريدا لله عز وجل ورضوانه، وقد يكون مريدا لحظ النفس. لذلك ولفظ العارف لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما أن المؤمن الصادق العالم بالله عز وجل يذكر بالجنة ويجد الإنسان فيه رائحة من أسباب دخول الجنة، يجد فيه راحة لصحبته، فلا شك في ذلك، فصحبة الصالحين سبب للخير في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا من يريد وجه الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل منه، وإنما كانت هدايتهم على يده عليه الصلاة والسلام، وبسببه أمر صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم. فدل ذلك على يعني أن صحبة الصالحين تذكر بالجنة وتجعل الإنسان يشتاق إلى الجنة ويرد من نعيمها. ذلك أن ألفة القلوب وزوال الغل منها والحقد والضغائن دقيقة من نعيم أهل الجنة. زوال الحقد في الدنيا وزوال الضغائن والحسد والبغضاء والكراهية إذا زالت من قلب المؤمن هذه الأشياء، فإنه يجد نعيما هو جزء من النعيم الأتم في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا نزعت البغضاء والكراهية من صدورهم سعدوا. وأعظم ومن أعظم شقاء أهل الدنيا ما بينهم من الضغائن والحسد والأحقاد، الحقد والحسد ثقل يكون في قلب الإنسان، ومن يزداد منه يزداد غما وهما. تلاقي الحاقد داعم متضايق جدا، والحسود لا يزال يرى نعم الله على خلقه رغما عنه، والذي في قلبه غل لمؤمن ألا لا إله إلا الله، الذي في قلبه غل للمؤمنين لا شك أنه يعني منافق، يجد أثر ذلك النفاق هما وغما وكربا وضيقا في الصدر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ولد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله.
وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي، قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذه الأشياء لها أثر في قلب الإنسان. فلذا العالم بالله سبحانه وتعالى الذي يخشى الله إذا خالطه الناس وجدوا فيه آثار الطريق إلى الجنة، ووجدوا فيه في الحب في الله سبحانه وتعالى آثار يعني أو جزء من نعيم أهل الجنة. قال: قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. كلمة رائعة الجمال، لأن قلب المؤمن يدور حول عبادات القلب، فمن العبادات معرفة الجلال، ومعاني الجلال معاني الكمال المطلق في كل الأمور، فهي معاني العظمة والحكمة وكمال القدرة وكمال العلم وكمال العدل. في كل معنى منها يجل سبحانه وتعالى عن أي نقص، فهو في كمال قدرته جل عن العجز والضعف واللغوب والتعب، وجل سبحانه وتعالى في كمال حكمته عن اللهو واللعب والعبث والسدى، وجل سبحانه وتعالى في كمال علمه عن الجهل والنسيان وعزوب شيء عن علمه، غياب شيء عن علمه، وجل سبحانه وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم مثقال ذرة، وهكذا جل سبحانه وتعالى في كمال غناه أن يحتاج إلى الخلق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا شهد معاني الكمال عظم الله، هابه، يحصل له هيبة، وإذا يعني علم من صفاته معاني العزة ذل وخضع، معاني الانتقام ممن خالفه وعقوبة من خالفه خاف منهم سبحانه وتعالى، وإذا لاحظ معاني الجمال، إذا لاحظ جماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. اسم الجميل وارد في السنة، وأما ذو الجلال والإكرام فوارد في القرآن، وورد في حديث عد الأسماء الحسنى الذي رواه الترمذي، وهو في الحقيقة من مدرجات الوليد بن مسلم، ورد اسم الجليل. أما اسم ذو الجلال فقد ورد الترغيب فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضوا بهذا الجلال والإكرام. وكان يقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك. كان يقول صلى الله عليه وسلم لمن سمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال: قد استجيب له. الله أعلم وأعلم. فاسمه ذو الجلال والإكرام، والإكرام المستحق للتعظيم عن العظمة والعلو والرفع. فالمؤمن بين هذين الأمرين، بين أن يتأمل الجمال. كيف يتأمل الجمال؟ ينظر فيما خلق الله في الخلق من جمال،
أشياء كثيرة منظرها ورؤيتها تسر الناظر، تسر الناظرين. قد ليس فقط ما يزعمه أهل الضلال من أنه دائما يتأمل جمال النساء والولدان الذين يشتهون عند أهل الانحراف في المشاعر والسلوك، وأما النظر إلى النساء الأجنبيات فقد يعني دل الكتاب والسنة على حرمة ذلك. لكن تأمل في جمال السماء، في جمال السحاب، في جمال الخضرة والجبال والبحار وغير ذلك، تأمل في جمال ألوان الزهور، تأمل في جمال ألوان الفراشات، تأمل في أنواع الجمال، سوف تجد جمالا تستدل به على ما هو أعظم جمالا، على صفات الله سبحانه وتعالى. ومن رأى جمالا يحل له النظر إليه في الخلق فإن ذلك يذكره بما لله عز وجل من جمال، من أنه أكمل وأعظم، فإنه ما أعطى الخلق هذه الصفات إلا وهو متصف بأكمل شيء منها. كلما تأمل ذلك الجمال، وكذلك معاني الرحمة ومعاني البر ومعاني الكرم ومعاني الجود، فلا بد أن يحبه، لأن الإنسان أسير الإحسان. شيخ، أحيانا البعض يعبر في مثل هذا الكلام فقد الشيء لا يعطيه، الكلام ده مظبوط؟ آه صحيح، الجملة دي مظبوطة يعني؟ آه، بس مش في كل الحياة. يعني هنقول القدرة على الإنجاب، هنقول ربنا فقد الشيء لا يعطيه؟ لا، لأن ذلك في الحقيقة مرده إلى النقص. ليس هو في قاعدة أن كل كمال ثبت في حق المخلوق فالله أولى به، ولله المثل الأعلى، فله الصفة الأعلى. كل صفة هي صفة كمال للمخلوق فالله له المثل الأعلى. وأما ما هناك من الصفات ما هو كمال في حق المخلوق لكنه راجع إلى النقص، كما ذكرنا الولادة، القدرة على الإنجاب، هذا مرده إلى أن الإنسان لا يبقى وأن له بداية ولا بد له من نهاية، فلذلك احتاج إلى أن يتكاثر ويتناسل. الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك الإنسان القادر على الطعام كمال بالنسبة إلى الإنسان العاجز عن الطعام. الإنسان القادر على التنفس غير اللي الرئة بتاعته مسدودة، لكن هذا الأمر في الحقيقة مرده إلى النقص. حاجة الإنسان إلى الطعام، حاجة الإنسان إلى الشراب، حاجة الإنسان إلى النفس، هو مفتقر إلى غيره. والله عز وجل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال: فائدة من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا. السعيد من وعظ بغيره. في سعداء آخرين. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه،
فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر ناهٍ، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. كون بعض الناس يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان ليس المقصود من ذلك أنه لا يعرفه في صفاته الأخرى، وإلا لم يكن مؤمنا ولا نفعته هذه المعرفة، لأن من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى وعطلها غير التي يتعلق بها فإنه يكون معطلا بين كافر ومبتدع. ولكن المقصود بهذا الكلام أنه يلتفت كثيرا إلى هذه الصفات، يعرف الله بالجود، يعني دائم التذكر لجود الله وكرمه وإفضاله على عباده وإحسانه على عباده أكثر من تفكيره في شدة عقابه، وآخر يعبده بالنظر إلى عفوه وحلمه وتجاوزه لكثرة ذنوبه، فهو يرى دائما العفو والصفح والمغفرة وقبول التوبة، وآخر ينظر في من عذبهم الله وانتقم منهم من أعدائه فيفكر في ذلك كثيرا ويخاف ربه عز وجل بناء على ذلك، ويستحضر ما لا يراه غيره عندما يرى هلاك الأمم. أنت تنظر إلى الفراعنة وإلى الفينيقيين وإلى قوم عاد وثمود وإلى أمم كثيرة جدا أهلكها الله، فأنت ترى كيف انتقم الله منهم، وتسمع قصص أنبياء الله ورسله مع أقوامهم، وتجد كيف أهلكهم الله عز وجل وانتقم منهم. كثرة الفكر في ذلك يجعل القلب منكسرا خائفا لله سبحانه وتعالى. منهم من يعرفه بالعلم والحكمة عندما يشاهد كثيرا ما بث في الكون من أنواع العلوم، وينظر أن الله الذي أوجد هذه الأشياء فهو عالم بها جميعا، وينظر في الإتقان والإحكام، ينظر كثيرا في خلق هذا العالم وفي خلق النفوس وفي إحكام كل شيء خلقه الله ووضعه في موضعه، ففي هذا يكثر شهوده لعلم الله. قد بين الله عز وجل أمثلة للتفكر في علم الله وأن يشغل الإنسان نفسه بذلك، مثل قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عندما يتفكر الإنسان في هذه الأمور يحصل لقلبه يعني شهود لسعة علم الله سبحانه وتعالى، وعندما ينظر في الإحكام وغاية وجود كل شيء والحكمة من ورائه فعند ذلك يشهد صفة الحكمة. ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، كلما فكر في الموت والقهر الذي يقع للعباد في حياتهم، عندما يتفكر في المرض كيف يكسر بني آدم
وعندما يتفكر في حال الإنسان ساعة الولادة وكيف أنه ولد مقهورا في الحقيقة لا يملك سمعا ولا بصرا، أو هذه مولودة ولكن لا يستعملها، لا ليس عنده عقل يدرك به، لا يحسن أن يتكلم، بل لا يستطيع في تلك الأوقات أن يتكلم، ليس عنده يد تبطش، ليس عنده حتى تمسك بأخف الأشياء، ثم يعطى ذلك تدريجيا فيعرف عزة الله. ينظر في الأمم التي أهلكها الله بعد معاندتها، من الذي غلب؟ من الذي عز؟ من الذي انتصر؟ هو سبحانه وتعالى، وله الكبرياء والعظمة والتعالي على الخلق، وهو أكبر من كل شيء. يفكر في هذا كثيرا، لو فكر في مجموع ذلك بلا شك حصل له ما ذكر من أنه يتعرف إلى الله عز وجل من خلال القرآن. أعمهم معرفة من عرفه من خلال القرآن، منهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، يتأمل في مظاهر الرحمة في العالم ولطف الله الخفي، الأشياء الرحمة الخفية والبر وفعل الخير بالناس، وأنه سبحانه وتعالى يعني أكرم خلقه سبحانه وتعالى بما شاء، لطف بهم رحمهم يعطيهم، ينظر إلى أنواع العطايا. ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله، يفكر في هذا كثيرا تحصل له معرفة بالله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. ومنهم من يعرف بإجابة دعوته، يعني عندما كان مضطرا فدعا الله فاستجاب له، تظل هذه حاضرة في قلبه، كما قال إبراهيم موسى أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فهو قد عوده الإجابة فهو يتذكر ذلك. كم من كرب زال بدعوة صادقة، كم من هم فرج بدعوة صادقة. تخيل اللحظات التي سبقت تفريج الكرب، عندما كنت مثلا في ضيق، في فقر، في حاجة، في حبس، في مرض تخشى أن يكون مرضا شديدا مهلكا خبيثا، أو يعني مرضا شديدا، ثم جاءك الفرج بعد دعوات بالسلامة والعافية وإطلاق السراح وشفاء المرض والإغناء من الفقر. تأمل اللحظات التي تسبق، أنت كنت ساعتها لا تدري ما الذي يحدث. واحد كان محبوس في كمين 3 أيام، هنقول راح النيابة هاتوا له 15 يوم، هيدخلوه يعملوا له قضية ياخد له فيها 10 سنين 15 سنة، ولا يعملوا له فيه ايه؟ وولاده هيموتوا ومراته هتموت وامه هيجرى لها حاجة. اللحظات دي يقولوا ايه؟ هيطلع امتى؟ اقول لهم والله ما اعرف، ما اعرفش. الحمد لله خرج، الحمد لله سابوه. نفتكر بقى ايه اللحظات اللي ربنا عز وجل يفرج الكرب، يعني كم من انسان كان في شده ومش لاقي كفايته، ومش لاقي ولا عمل ولا جواز ولا شقه ولا يعني حاجاته الاساسيه. وبعدين ايه؟ على فكره كل واحد فينا كان في لحظات مش عارف فيها فين اللي فيها ما قبل ما تتيسر هذه الاشياء، كل واحد يفكر وانه كان بيدعي ربنا، وبعدين ايه؟ استجاب الله دعوته فحصل فيها من انواع اجابه الدعوه واغاثه اللهفه وقضاء الحاجه، يعرف ربه بذلك. الانسان اللي بيفكر كتير في صفات ربنا وفعال ربنا هو ده اللي عايش مع ربنا سبحانه وتعالى. اما واحد ما بيفكرش في الموضوع، الحمد لله الاكل جه، ما بيفكرش حتى الحمد لله ما بيقولهاش، الاكل جه، ما بالك ايه طلعنا من السجن، المرض خفيت الحمد لله، الحمد لله دي بيقولها بس كده ايه على اللسان
كما يجري يعني، او احنا اللي بنقولها يعني عشان الواحد جرى على لسانه ذلك. لكن الحقيقه ان في ناس كتيره جدا عايشه في النعم كلها ما تفكرش في ايه، في انها من عند الله. وكذلك بتشوف الرحمه اللي موجوده، يعني كم ام ماسكه ابنها بترضعه، كم واحده عليها عندها لهفه على ابنها وفرحانه وعماله تهدهده وتهننه وتعمل كده، وكم من عصفور يطعم صغاره. مظاهر الرحمه، والناس عماله تتفرج على الكلام ده وما بتفكرش الا من رحم الله. كاشياء كثيره جدا، مش الناس بتموت، كم من الناس يفكر في ذلك، وكم من الناس يلطم ويسخط ويقعد يبكي بكاء شديدا دون ان يفكر في معنى العزه ومعنى الملك ومعنى القهر، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. مش بايدينا والله، الولاده قهرا والموت قهرا، وفيما بين ذلك علامات القهر ايضا، اننا مقهورون ظاهره جدا. الانسان لما يفكر في الحاجات دي بيجمع بقى الايات تدلك على ذلك، على هذه المعرفه، بدلا من ان تعيش حياتك مشغولا بالعداوات وانواع النكد والاختلافات مع الناس وسب هذا وشتم هذا والرد على هذا. نسأل الله العفو والعافية، يعني حياة فيها منتهى الصعوبة. أما حال المؤمن فنذكره بالتفصيل المرة القادمة إن شاء الله، اللي هو أعم هؤلاء معرفة. تقول النعم كأنها أصبحت حقوق إلف النعم كأنها حق، كأن شهود النعمة كأنها ده لازم يكون عندي الكلام مألوفة. وبالضبط كده، ما الناس كلها يعني ما بتقدرش طلوع الشمس، ما بتقدرش ضوء الشمس لغاية ما تحرم منه شوية. ربنا يرحمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.